في رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان هناك تداول حول موضوع الحريات العامة المرجعية والفعلية، فتمت مناقشة المشاكل التي تعترض المرجعية كيف نتعامل مع قضية خصوصية وخاصة الخصوصية الدينية، وكان هناك أيضا نقاش حول الفعلية أي كيف نضمن أن القوانين تطبق باحترام لمنطوقها ولروحها، وكان هناك استعراض لنماذج هذه القوانين والإيجابيات المحصلة عليها والتراكمات والأشياء التي يجب أن نتداركها لتأمين تطبيق سليم لقوانين الحريات ولاحترام هذه الحريات من خلال المواثيق الدولية وفي إطار يعني حوار وطني وتوافق وطني حول هذه القوانين كتأسيس للانتقال.